خلونا نبدأ الحلقة بقاعدة لا تقبل أي استثناء ولا عدم الالتزام. يمنع منعاً باتاً ضرب الرضع والأطفال تحت أي ظرف من الظروف. بالنهاية هذه مخلوقات ما عندها وعي كافي لتفرق بين الصح والغلط، مخلوقات بريئة مو قادرة حتى أنها تدافع عن نفسها إذا تعرضت للأذى، وهذا سبب كافي يخلينا ما نتعدى عليهم. مشهد اليوم اللي مجتاح السوشيال ميديا، أنا واحدة من الناس كان صعب علي بزاف أني نشاهده، بس اضطريت باش ننقل لكم الصورة كما هي ونشرح لكم الموقف بتفاصيله. شاب يصح لي أنه نوصفه بغير مسؤول ضرب ابن أخوه اللي عمره ما يتعدى الأشهر على وجهه بطريقة مستفزة، لأنه نادي برشلونة خسر ولأنه البيبي كان لابس قميص برشلونة. بالرغم من أنه الطفل انفجر بالبكاء إلى أنه الشاب لم يتوقف حمله بطريقة غريبة ومستفزة وراح يلفلف به بالبيت. شرحت لكم تفاصيل المشهد لأنه تعذر علي نشره، ولا حابة أنه غيري يشوفه صراحة من كثر ما كان سيء ووحشي والمستفز أكثر. تخيلوا، مش الضرب، لا، تبرير العم، عم الطفل يعني، اللي راح أعرضه عليكم بعد شوي بعد ما نشوفوا ردود أفعال المتابعين. صاحب صفحة تبارك قال: تنكسر إيدك كن لبو تربيتك، لبو الريال، لبو برشلونة، وياكم الله ينطي جوز للما عنده سنون. يعني هو شنو ذنبه؟ نوب حاط أغنية ويا طيحان الحظ أو حظك وتضرب بالطفل؟ يا معودين، الأطفال شو عليهم؟ شنو هالجهل؟ هذا قحط طوبة. هسا شو مستفاد أنت منهم؟ يعني هسا بعد انتشار الفيديو راح يقول تشاقة ويا ابني وعادي عنده؟ الكل عندهم مطالب واحدة أو مطلب واحد، أنه هذا المجرم، وما أبالغ إذا قلت عليه مجرم، يتحاسب بطريقة أو بأخرى، وأنا واحدة منهم. سوزان كتبت: هذا مكانه السجن أو مصحة عقلية. وش قلت لكم أنه عم الطفل طلع فيديو يبرر؟ شوفوا وش قال. السلام عليكم شباب، هذا ابن أخوي اللي باحة ضربته، ترى كلكم تشاكون لأطفالكم هيك وتضربوهم، بس المشكلة صارت أنه أنا صورته وبحضور أبوه همين، نسكم تشاكون ياهم هيك ونسكم دابين أطفالكم بالشارع، فلسه هو قضية ريع عام وتعظمون الأمور، زعبولي الحلو. يا ريتك ما رديت، عذر أقبح من ذنب. رغد قالت عن هذا الرد ما يلي: هذا مو مبرر إنه يتشاقى، وحتى لو مدريدي من الله يطيح حظه في سبيل المشاهدات ينزل هيك فيديو. ردوا زاد الطين بلة، عوض ما يعتذر ويتعاهد ما يكرر فعلته، لا، واثق من نفسه وبرأيه ما عمل شي غلط، ولهذا السبب برأيي لازم السلطات تتحرك ليكون مثال لكل واحد يفكر يعمل نفس الشي. وأنتوا شو رأيكم؟ كيف لازم تتعامل السلطات العراقية معه؟